فقاصة البيض مشروع مربح اتجه نحوه العديد من الشباب من أجل تحقيق أحلامهم وأهدافهم في الحياة، لكن هذا المشروع قد يواجه بعض المشاكل والتي قد تؤدي إلى فشله. في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى 5 أسباب رئيسية تسبب في عدم تفقيص البيض المخصب. للإشارة هذه الحلقة سوف نتحدث عنها عن المشاكل التي تترتب عن تفقيص البيض المخصب وليس غير المخصب. السبب الأول هو التغذية. فقلة التغذية واقتصارها على البذور فقط تساهم بشكل أساسي في موت الجنين داخل البيضة. تشير البحوث العلمية إلى أن نقص الأحماض الأمينية الضرورية ومصدرها البروتينات وأهمها الليسين والميثيونين مرتبطة في قدرة الجنين على الخروج من البيضة. البيض أيضا يحتوي على باقي جامع الأحماض الأمينية الضرورية الأخرى ومجموعها 10، لذلك في بداية فصل التزاوج وخلال وضع الأنثى للبيض ينصح بتزويد الأنثى بالبيض المسلوق كحل هذه الإشكالية. السبب الثاني لعدم فقس البيض المخصبة هو تأثير درجة الرطوبة. فالباحثون يقدرون أن البيضة يجب أن تخسر تقريبا 15% من قدر الماء الموجود داخلها والذي يتراكم مع نمو الجنين. خسارة الماء تحدث على فترات من بداية حضن البيض إلى آخر يوم في الحضانة. النسبة الصحية لكي تخسر البيضة نسبة الماء المطلوبة وتفقس بنجاح تبقى هي 45%. رطوبة عالية جدا تجعل الجنين رطب داخل البيضة، والعكس من ذلك يجعل الجنين يجف داخل البيضة، وفي كلا الحالتين لن يستطيع الخروج من البيضة. السبب الثالث لفشل البيضة في التفقيس هو تأثير درجة الحرارة. المربي ذو خبرة يعلم أن الفراخ التي تفقس في الموعد المقرر لها تخرج من البيضة إن استطاعت صغيرة في الحجم وضعيفة، وربما تعاني من تشوهات خلقية. يعود ذلك إلى برودة البيضة في مرحلة من مراحل الحضانة، أو دخول التيارات الهوائية الباردة إلى العش، أو تعرضه إلى الرطوبة. السبب الرابع لعدم فقس البيضة المخصبة هو قشرتها. فقشرة البيضة ومدى صحتها تلعب دورا هاما في التحكم في خسارة مقدار الماء داخل البيضة. ضعف القشرة يؤدي إلى موت الجنين، وتعود أسباب ضعفها وفق الباحثين إلى أسباب جينية ككبر سن الأنثى أو عدم توازن معدلات الفوسفور مع الكالسيوم أو استخدام مفرط للمضادات الحيوية، كذلك التوتر خلال تكوين البيضة والطقس الحار جدا وأمراض القشرة البكتيرية الدقيقة كالإيكولاي والميكوبلازما. السبب الخامس هو التهاب البيضة. تعود أسباب التهاب البيضة إلى قلة نظافة العش والنقل المفرط للبيضة من قبل المربي، وبالتالي ينقل المربي الجراثيم إلى سطحها، لذلك من الضروري غسل وتعقيم اليدين أو استخدام كف لغرض فحص أو نقل البيض. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعاية الله.